بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. استكمال للجزء اللي قلناه بقى في الفيديوهات اللي فاتت، كنا وقفنا في الفيديو اللي فات لو تفتكروا عند الستيبس اللي بيمر بيها الماده التوكسيك عشان تعمل التوكسيستي بتاعتها، وشرحناها بالتفصيل. والنهارده ان شاء الله هنكمل الجيناتيك توكسيكولوجي الحته الاخيره اللي كانت بقى دي، وندخل في المذكره الثانيه ان شاء الله. فيلا بينا بعد الفاصل نبدا نشوف هنقول ايه النهارده. لو تفتكروا احنا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا وشرحنا بالتفصيل عن خطوات التوكسيستي او خطوات الميكانيزم في التوكسيستي. اتفقنا ان الماده التوكسيك اللي هي الزينوبيوتيك او الالتيميت توكسيكانت بتمر الاول بستيب 1 كونسنتريشن اوف ريزيستنس، ثم ستيب 2 تتارجت على المايكرو مولكيول، ثم ستيب 3 تبدا تتارجت على السيلولار سيستم. والمفروض ان الثلاثه دول كلهم بيتحدوا من هم يحاولوا يعملوا ادفيرس افكت على الهيومن بادي. فنحاول الهيومن بادي يعمل خطوه ستيب 4 اللي هي محاوله للتكيف او محاوله للتعامل مع التوكسيستي اللي حصلت دي، اما بالريبير سيستم او بالادابتيشن. واذا فشل الريبير سيستم لعده اسباب الادابتيشن يتدخل. اذا فشل الادابتيشن دلوقتي نواجه ان الخليه او الجسم هيبدا يحصل له توكسيستي او يحصل له ديس. واتخذنا الميكانيزم اللي بيحصل بيه الديس اللي هو ميكانيزم التوكسيك سيل ديس، وعرفنا كمان شويه تعريفات، وكنا واقفين عند الجيناتيك توكسيكولوجي بقى. في الجيناتيك توكسيكولوجي دي ملحوظه صغيره كده بس كده على الجنب، همسه في اذنك يعني زي ما بيقولوا، ان ده بيدرس العلم ده علم جديد في علم التوكسيكولوجي، بيدرس تاثير المواد التوكسيك بس مش على الهيومن بادي بقى تحديدا، لكن على الجيناتيك ماتيريال او الهيريديتري ماتيريال بتاعه الجسم، وتحديدا الدي ان ايه. فده العلم علم جديد طالع لسه في التوكسيكولوجي جديد، ان ده العلم اللي بيدرس تاثير الفيزيكال والكيميكال ايجنت على الهيريديتري ماتيريال اللي هي الدي ان ايه، وبيشوف هل الماده التوكسيك دي ممكن تقدر توصل انها تعمل تغييرات في الدي ان ايه، وهل التغييرات ديت ممكن تورث للاجيال بعد كده، ولا ممكن الجسم يصلحها ويتعامل معاها بسرعه. وعشان كده لما جم يشوفوا التغيرات اللي بتحصل، افهم كده، لما جم يشوفوا التغيرات اللي بتحصل على الدي ان ايه عند التعرض لماده توكسيك او لزينوبايوتيك، يعني لقوا التغيرات دي نوعين، تغيرات اسمها جينو توكسيستي، وديت لقوا ان فيها ميزه بتاعتها ان هي نوت ترانسميبل، ما بيحصلهاش ترانزميشن، ات از نوت ذيم سيلفز ترانسميبل، يعني فروم سيل تو سيل اور جنريشن تو جنريشن، يعني دي مش هتتنقل من جيل لجيل. بالبلدي ان شاء الله يمكن اصلاحها وهتتصلح، والشخص ده مش هينقل الصفات الوراثيه بتاعته وهي بايظه وهي متدمره. فلذلك علم الجيناتيك توكسيكولوجي ده بيتعامل مع تاثير المواد التوكسيك او تاثير الزينوبيوتيك، بس بيدرسها تحديدا على الدي ان ايه. وزي ما قلت لك هم لقوا ان التغيرات اللي بتحصل في الدي ان ايه نوعين، نوع صفات وراثيه بتتغير وبتفضل ثابته على كده ويمكن انتقالها الى الاجيال الجايه، ونوع ثانيه لا. النوع الثانيه اللي هي لا ديت اللي هي ما بتنتقلش مع الاجيال سموها جينو توكسيستي، ودي اقل خطوره شويه من الميوتاجينيستي بقى. والميوتاجينيستي معناها بيحصل برودكشن لترانزيمبل جيناتيك التريشن، بيحصل جيناتيك التريشن يعني تغير في الجينات، والجينات دي كمان مش بس بتفضل في الشخص ده، كمان بتنتقل للاجيال اللي جايه بعد كده. صح يا جماعه ولا ايه؟ على سبيل المثال مثلا عشان تفهم انت، والمثال ده ما اتقالش في المحاضره، فاكرين القنبله الذريه اترمت على اليابان، او اترمت على اللي في الحرب العالميه حدفت على اليابان، المواد التوكسيك والزينوبيوتكس الموجوده جواها عملت جينيتك التريشن وانتقل من جيل لجيل على مدار اليابانيين كلهم، ولذلك كلهم حتى تلاقيهم في بعضهم الصفات الوراثيه من بعض نتيجه الجينات اللي حصل فيها التريشن وانتقلت من جيل لجيل. وعشان كده احنا في الجيناتيك توكسيكولوجي عندنا نوعين، عندنا جينو توكسيستي، ودي لما تسمعها تعرف انها اقل خطوره من الميوتاجينيستي. سواء حصل جينو توكسيستي يعني صفات وراثيه بس مش هتنتقل، اتغيرت الصفات الوراثيه دي ولكن مش هتنتقل للاجيال، او ميوتاجينيستي صفات وراثيه برضه اتغيرت ولكن هتنتقل للاجيال، ميكانيزم الاثنين واحد، ميكانيزم الجيناتيك التريشن ده واحد. ان يكون حصل دي ان ايه دامج، الدي ان ايه ده اتدغدغ واتكسرت فيه حاجات، ما يهمنيش بقيه الكلام، يا اما حصل جين ميوتيشن في الجين نفسه، الجين ما اتكسرش ولكن اتلخبط شكله باظ، مش فاهم يعني ايه. يعني ما هو الدي ان ايه ده عباره عن ايه يا جماعه؟ اي شريط من الدي ان ايه، الدي ان ايه عامل زي القلم اللي انا ماسكه ده كده، شريط من جينات مرصوصه جنب بعضها، جين وجين وجين وجين، يا الدي ان ايه اتكسر ويتدغدغ اصلا، يا اما في جين معين بدل ما كان مسؤول ينتج بروتين مثلا سين، لا هينتج بروتين صاد، هينتج بروتين عين. واخدين بالكم؟ فالدي ان ايه ده اللي المفروض هيحصل فيه ميوتيشن او هيحصل فيه تغيير او هيحصل فيه اي حاجه، يا يتدغدغ فكده اسمه حصل جيناتيك توكسيكولوجي، يا اما يتغير فينتج بروتينات غير البروتينات اللي المفروض كان ينتجها. ومع على سبيل المثال مثلا جين كان مسؤول عن انتاج الانسولين،
حلو، فينتج الجلوكاجون او ينتج هرمون تاني غير الفانكشن المفروض يعملها، او البروتين المفروض يعمله او الهرمون المفروض يعمله، فكده وظيفته باظت. وده برضو اسمه توكسيكولوجي، لان ده كان المفروض ينتج هرمون معين انتج حاجه تانيه. فالميكانيزم بتاعه ان اما يدي ان يتدغدغ كله بقى يلا وخلصنا على كده بقى، يا اما يحصل غلطه في الجين والجين يحصل فيه ميوتيشن ويبدا يتكسر. طب التكسير بيتم بثلاث ميكانيزمات، يا اما اروح على سنجل اور دبل ستراند واكسرها، يكون دي ان ايه او ار ان ايه فيتدغدغ، يا اما الخبط ترتيبات البيز اللي جوه، انتوا عارفين في ادينين وجوانين وسيتوزين وسيمين والكلام ده، يتكسروا يحصل بينهم كروس لينك بتوين الدي ان ايه بيزز ويتدغدغوا مع بعض، واخدين بالكم؟ يا اما الماده الكيميكال تقفش في الدي ان ايه بيز، تمسك في الدي ان ايه بيز بتاعته، فالانزيمز اللي هي مسؤوله عن تصنيع الدي ان ايه او مسؤوله عن الحفاظ على الدي ان ايه تشوف المكان ده غريب فتكسره. تاني كده بالراحه، الدي ان ايه دامج يتم ازاي؟ الماده الكيميكال تخش تضرب السنجل او الدبل ستراند، او تمسك في البيز وتشبكها في بعضها بطريقه غلط فتخلي الانزيمات تكسرها، او هي تمسك في البيز نفسها فالانزيمز تشوف الشكل غريب فتكسره برضه. يبقى الدي ان ايه دامج هيتم بثلاث ميكانيزمات، افهم كده معايا، بثلاث ميكانيزمات. الماده التوكسيك تخش تضرب الدي ان ايه على طول وتدغدغه، ده بميكانيزم دايركت على طول، يا اما تروح تعمل كروس لينك بتوين الدي ان ايه بيز، تشبك البيزز في بعضها بطريقه غلط، يا اما تمسك هي فيها كده فالانزيمز تشوف الشكل غلط فتقوم مكسره. الاخيره اللي انا قلتها دي ان هي تمسك في البيز فتشوف الشكل غلط، ده اسمه ادكت، اسمه ادكت الكيميكال اديشن تو الدي ان ايه بيز، واخدين بالكم؟ يبقى ده الاولاني اسمه دي ان ايه دامج، مش هيهمنيش بقيه الكلام. وممكن يحصل جين ميوتيشن، والجين ميوتيشن ده معناه ايه؟ بص كده، ان الجين مثلا ده كان مسؤول عن انتاج بروتين معين، كان مسؤول عن انتاج انزيم معين، كان مسؤول عن انتاج هرمون معين، كويس؟ اي انزيم او بروتين او اي حاجه من دول هي ترتيبات من امينو اسيد، يعني مثلا الجين ده اللي هو الحته دي في القلم كده لو شايفين، مسؤوله مثلا عن انتاج بروتين معين، البروتين ده ترتيبات الامينو اسيد اللي فيه سين وصاد وعين و و و، جه الجين ده حصل فيه تغيير، حصل فيه ميوتيشن اللي هو العنوان بتاعنا فورميشن اوف جين ميوتيشن، بدل ما ينتج سين وصاد وعين انتج صاد وعين وسين ولخبط الدنيا. اللي انا قلته ده اللي هي اللخبطه دي اسمها فريم شيفت ميوتيشن، ودي الكلمه اللي انت هتحفظها لي كويس قوي بقى، اسمها فريم شيفت. الفريم شيفت يعني حصل شيفت ترتيب او تغيير بين الامينو اسيد اللي فوق كاتتراس، وبالتالي كده هيحصل مشكله في البروتين كودنج اللي هو البروتين اللي كان المفروض يطلع وكده، فالجين اتلخبط فلخبط معاه ترتيبات البروتين. اللي يهمني ايه في النهايه في الحته دي في الجيناتيك توكسيكولوجي، اللي يهمني تعرف ان ده علم جديد من علوم التوكسيكولوجي بس بيختص بدراسه فقط تاثير المواد التوكسيك على الدي ان ايه تحديدا او الهيريديتري ماتيريال، وده له نوعين، نوع خطير ونوع اقل خطوره شويه، والاثنين وحشين، جين توكسيستي وده معناه ان الجين حصل فيه او الدي ان ايه حصل فيه توكسيستي، ولكن الصفات الوراثيه اللي اتغيرت مش هتنتقل للاجيال. لكن الميوتاجينيستي معناه ان حصل دامج فيه الدي ان ايه، ولكن للاسف الدامج ده هيبدا يورث للاجيال. الدامج او التوكسيستي اللي حصلوا في النوعين تحصل بطريقتين، يا الدي ان ايه اتدغدغ على طول، يا اما الجين نفسه اللي هو موجود داخل الدي ان ايه حصل فيه ميوتيشن فبقى يطلع حاجات غلط. فهمتوها يا جماعه؟ الحته دي من الحاجات المهمه لازم نعرفها، لازم نعرف النوعين دول ولازم نعرف الميكانيزمات دي كويس. واتكلي قوي على كلمه الفريم شيفت ميوتيشن دي، جت ام سي كيو جت قبل كده كتير، الفريم شيفت ميوتيشن دي من الحاجات المهمه. واحنا قلنا قبل كده الابوبتوزس والنكروزس، بده احنا خلصنا المذكره دي بقى، يبقى كده المذكره دي خلصت. تعالوا بقى نشيلها كده وننقل على المذكره الجديده بقى. ننقل على المذكره الجديده بتاعنا اللي هي المذكره رقم 2، تمام؟ المذكره رقم 2 دي بتقول لك ايه بقى؟ ركز معايا كده عشان برضو تبقى رابط الاحداث ببعضها، يعني دايما عايز يبقى معاك كوبايه شاي حلوه كده وانت قاعد بتسمع المحاضره. واخدين بالكم احنا مش قاعدين مع بعض وانت شايفني او انت بتسمعني وانا مش شايفك، انا عايزك قاعد يبقى مزاجك حلو كده وانت بتسمع كده كاني شايفك في الحصه بالظبط. حلو قوي الشاي ده على فكره يعني. تعالوا نبدا كده، يلا نشوف المذكره دي بتقول ايه كده. المذكره دي بتقول ايه يا جماعه؟ بص كده، انت لحد دلوقتي اتعلمت مني ايه او عرفت مني ايه؟ انت اتعلمت لحد الان ان الماده التوكسيك او الزينوبايوتكس ديت بتمر بستيب 1 ثم ستيب 2 ثم ستيب 3 عشان تعمل ادفيرس افكت على الهيومن بادي، وبعد كده الجسم يبدا يتدخل بستيب 4 في محاوله ان هو يحاول يصلح التوكسيستي دي، صح الكلام كده يا جماعه؟ فاللي احنا بنشوفه ده كله في المحاضرات اللي فاتت، كل ده انت خدت ماده توكسيك وجسمك بيحاول يدافع، جسمك فروم انسايد او من جوه بيحاول يتعامل اما بالريبير او اما بالادابتيشن او كده، واذا فشل للاسف بيخش في ديس. دورنا بقى في المذكره ديت ان احنا نمنع الديس بقى،
اذا فشل الريبير واذا فشل الادابتيشن والجسم دلوقتي بيتعرض لديس دلوقتي، ايه ترى الابروش او ايه هي الطريقه اللي اقدر اتعامل بيها مع شخص بايزون دلوقتي ببايزون او بتوكسين او بتوكسيكانت وهيموت مني دلوقتي؟ ايه هي الابروش ده؟ الكلمه الابروش عن الطريقه، الطريقه اللي اتعامل بيها. ولو الطريقه ديت فشلت هل في حاجات اخرى ممكن انا اقدر اعملها كمان احاول انقذ بيها العيان بدل ما يموت؟ فدايما يقول لك ايه، دايما كده عارف لو عندك فريق كوره بيلعب كوره في تمرينه دايما بيتمرنوها يوميا، دي تمرينه عامه سواء عندنا ماتش ما عندناش ماتش كده كده هنتمرن، صح يا جماعه؟ اللي يعني بتفهم في الكوره عارفه كده، في تمرينه يوميه وفي تمرينات بقى استعداد للماتشات. انا عندي ماتش نهائي زي الماتش بتاع الاهلي كده والزمالك اللي هيبقى جاي ده، عندي ماتش مش عارف في فاينل، عندي ماتش مش عارف ايه، له تمرينات خاصه بقى وحاجات يعني سبيسيفيك، ولازم اتمرن على الهجوم واتمرن على الشوطه. فدايما اي فريق كوره عنده التمرين العاديه الجنرال اللي بيعملها يوميا، وعنده تمرينات سبيسيفيك بيعملها مع الماتشات المهمه. احنا بالظبط بنعمل كده في التعامل مع البويزون بيشن. في جنرال ابروش، يعني ايه جنرال ابروش؟ يعني العيان ده جاي لي المستشفى نقلوه وهو واخد ماده توكسيك معينه، انا مش عارف ايه الماده دي لسه، ولا عارف لسه الاعراض عنده ايه، ولا مش عارف ايه، في كوكتيل كده عامها بيدهوله اول ما يجي سواء انا عارف الماده او مش عارفها. وبعد كده في بقى مانجمنت بقى سبيسيفيك هنبدا نتكلم عليه كمان شويه دلوقتي، اللي هو خطوه اولانيه ممكن اعملها، لا في خطوه تانية ممكن اعملها، لا في حاجه رابعه ممكن اديها، واخدين بالكم؟ لكن قبل ما اخش في الحاجات دي لازم اعمل له الجنرال ابروتش، يعني الف ب التعامل مع شخص بويزند يعني بالعربي يعني، وافهمها عشان ما تحفظ تبقى فاهم. واحد جالك المستشفى وهو بويزن بيشن دلوقتي، اول حاجه تعملها له شوف له الفيتال ساينز، تشيك الفيتال ساينز بتاعته، يعني بالبلدي اشوف له ايه، شوفه بيتنفس ولا نفسه مقفول، ما هو النفس ده لو مقفول هيموت. شوفوا الاير واي بتاعه يعني اوبن ولا كلوز، شوف البريس الشخص بيتنفس ولا، اطمن ان السيركيليشن شغاله. دول ثلاث حالات اولانيه يطمنوني ان هو عايش اصلا قبل ما اتعامل معاه. يبقى الاول حاجه خالص كده بتشيك الفيتال ساين، يتقال لك في المستشفى كده فيتال الحاله، بيقولوها كده بالبلدي كده فايتال الحاله، فايتال الحاله يعني اطمن على الفايتال سايز، اير واي بريس سيركيوليشن. اطمن على الاير واي ازاي بتاعه؟ لو الاير واي مفتوح يبقى هو بيتنفس، فبيقرب ودنه من نفس العيان او من صدر العيان، شوف الصدر بيطلع ولا بينزل ولا لا، او النفس شغال ولا لا، كده اطمن على الاير واي او البريس. ما دام شغالين يبقى كده الدنيا زي الفل، مش شغالين هيستارت معاه بقى سي بي ار، عارفين السي بي ار طبعا، هيبدا يتعمله ماوس باي ماوس بريسنج، اللي هو يحط بقه على بقه يعني ويحاول يدخله هواء وكده، والكلام ده هنتعلمه ان شاء الله في السيرابي في سنه خمسه. فيشوف الاول الاير واي، لو الاير واي مفتوح يبقى الحمد لله بيتنفس، يطمن على السيركيوليشن، هل السيركيوليشن شغاله ولا لا؟ حد يقول لي طب انا دكتور هعرف السيركيوليشن دي شغاله ولا لا ازاي؟ سهله، شوف النبض، شوف البلس بتاعه، حط ايدك على البلس هنا في الحته دي او هنا، شوف الجيجلر في اللي هنا ده، او شوف اللي هنا ده، شوف النبض عامل ازاي، لو النبض شغال يبقى السيركيوليشن شغاله، يبقى بشوف الاول الاير واي والبريس وبعدها السيركيوليشن، شغالين الحمد لله العيان بتاعنا كده لسه ما ماتش خلاص. بعدها بقى ابدا اعمل ايه على طول وفورا؟ شوف هتعمل ايه كده؟ هتعلق العيان محلول جلوكوز، وانت بتعلق له محلول جلوكوز المفروض ان انت المحلول ده بتركبه له على كانولا، يعني بتركب له، تجيب التمريض الاول تعالي بسرعه ركبي له كانولا وعلق له عليه محلول جلوكوز، فالاي في كانولا ويتعلق للعين جلوكوز، وتسحب من الكانولا دي عين الدم وابعتها للمعمل بسرعه، المعمل بقى يبدا يعرفك، يتعرف لك على الماده التوكسيك اللي هو خدها او اللي هو اتسمم بيه. يبقى رقم واحد، واحد جاي لي بويزون، اهله جايبينه جايين يجروا بيه، الفاميلي بتاعته او الاصدقاء بتاعه الفريندز بتوعه جايبينه، الحق يا دكتور ده شيل بسم. اول حاجه اعمل استابلايزيشن للعيان اللي هي تشيك الفايتال ساينز، اير واي بريسنج سيركيوليشن، اي بي سي، اير واي بريسنج سيركيوليشن، دول بتوعنا هم اللي لازم اول حاجه اطمن بيهم على العيان بتاعنا. وبعد كده نادي على التمريض ركبي له الكانولا بسرعه يلا، واخدين بالكم؟ وعلقي له فيها محلول جلوكوز، وخد منها عين الدم وابعتها وبعتها المعمل، هو يقدر يعرفك على الماده التوكسيك اللي المفروض ان هو خدها. حتى بيقول لك اديله ديكستروز حتى لو سكره عالي، لو انت سكره عالي او حتى ما انتش عارف هو عالي ولا واطي، برضه هياخد جلوكوز، ده هيساعد الجسم في التخلص من المواد التوكسيك. ديكستروز يعني اي تي بي، يعني طاقه، يعني الجسم هيبدا يشتغل والسيلز هتشتغل. وكمان ابدا ركب له بقى اللي هي الاكسجين بقى، انك تديله اكسجين الماسك وتركب له اكسجين، عشان لو كان عنده اي ريسبيراتوري ديستريس سندروم، دخل في مشكله في الريسبيريشن ومش عارف يتنفس، او عنده اي مشكله في المنتال ستيتس ان هو الماده التوكسيك اثرت على الاكسجين ليفل في جسمه فما عادش فيه اكسجين بيوصل للمخ فبدا يدروخ منك الاكسجين، هيفوق الدنيا دي كلها. فانا بعمل مع العيان اربع حاجات، رقم واحد شوف الاي بي سي،
اير واي بريسنج سيركيليشن. نادي على التمريض تركب تركب الكانولا وتعلق له فيها محلول الديكستروز وركب له الماسك. حلو كده يا جماعه. بعد ما عملت القصه دي كلها محلول الديكستروز بقى هتحقن فيه حقنه فيها ثلاث حاجات. هتحقن فيه كوكتيل من حقنه فيها ثلاث حاجات، حقنه فيها ماده اسمها السيامين وفيها ماده اسمها الفلومازينيل وفيها ماده اسمها النالكزول. دول اربع او ثلاث ادويه بيتحقنوا لاي شخص مسمم مسمم وجاي المستشفى، سواء انا عارف الماده دي ايه اللي اتسمم بيها او ما اعرفهاش. يبقى دلوقتي انا ضفت حاجه رقم خمسه على الاربع حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم. الاول هنشوف الاي بي سي الفيتال ساين، هعلق له محلول سكر والنادي على التمريض يركب له كانولا واخد عينه من الدم وابعتها للمعمل يتعرف لي على الماده التوكسيك، وعلق له الماسك بتاع الاكسجين عشان يبدا يتنفس. وفي المحلول بتاع الديكستروز المتعلق ده بقى بحقن كوكتيل فيه ثلاث حاجات، فيه سيامين، فيه فلومازينيل، فيه نالوكزون. نادي على التمريض جهز لي الكوكتيل بتاعه لو سمحت، وانا مصمم اسميه كوكتيل لانه هو ثلاث حاجات. طب ليه الثلاث مواد دول تحديدا؟ يعني انت لازم تسالني السؤال ده، ليه الثلاث مواد دول تحديدا؟ والله الثلاث مواد دول تحديدا لان اشهر ثلاث حاجات ممكن ينتحر بيهم بني ادم او يتسمم بيهم بني ادم هما الثلاثه اللي تحت دول بقى. يا اما الكحول، شرب كحوليات كتير، راجل خمورجي بقى ان شاء الله هيروح على جهنم لما يموت باذن الله يعني. والبنزودايازيبين، البنزودايازيبين دي عيله انتوا ممكن تكونوا خدتوها في الفارما السنه اللي فاتت يعني، بس البنزودايازيبين ديت من العيلات اللي هي الادويه المهدئه والمنومه. الادويه المهدئه والمنومه وبتدي احساس حلو كده، ففي ناس بتاخدها كمخدرات البنزودايازيبين، فيقول لك ده واحد انتحر بمنوم. انتحر بمنوم، مش تسمعوا كده في الافلام العربي بتاعتنا يقول لك ده شربت راس المنوم كلها. او واحد انتحر باوبييت، الاوبييت دي اللي هي المخدرات. فالانتحار بيكون غالبا بثلاثه من دول، واحد شرب كحول كتير او خد منومات كتير او خد اوبييت كتير اللي هي مخدرات كتير. فعشان كده لما بيجوا المستشفى بيتوقع انه غالبا لما جه ينتحر او بقى بويزن فهو غالبا خد حاجه من الثلاثه دول، فبيدوا له الانتيدوتس بتاعتهم اللي هي سيامين، فلومازينين، نالوكسون. يبقى ببساطه واحد جاي بويزون بيشن في المستشفى، فايتال لي الحاله يا ابني كده الاول، وبعد كده نادي على التمريض تركب كانولا وتعلق فيها ديكستروز وخد منها عينه دم وابعتها المعمل وحطوا لي على جهاز الاكسجين يلا، جهزي كوكتيل ونحقنه يلا في الديكستروز بس. وهو نايم بقى خلاص بعد ما انت عملت له ده كله بيتركب في ايده كده مشبك في ايد العيان، وهو نايم في المستشفى بيتركب في ايده مشبك كده ممكن تشوفه في الافلام دايما. سعيد صالح ولا عادل امام لما بيكونوا في موقف زي ده تحب يبين لنا المشبك قوي اللي بيكون ماسك في ايده ده. المشبك ده اسمه بالس اوكسيمتري، وده وظيفته بيقيس حاجه مهمه جدا اسمها درجه الاكسجين في الجسم، الديجري اوف الاوكسجين ساتوريشن في الهيموجلوبين، ياكد لك ان نسبه الاكسجين في الجسم كويسه. وعلى فكره يا جماعه ده كانوا بيعملوا الكلام ده مع بتوع كوفيد 19 اللي هو كورونا، بيقيسوا البالس اوكسيمتري ده باستمرار، ودايما لازم يكون اعلى من 95 في اي حد في الدنيا، لازم يكون اعلى من 95 او 94 اخره كده، لازم نسبه الاكسجين تكون عاليه في الدم. فبمنتهى البساطه ده اسمه جنرال ابروش للتعامل مع العيان. اسمه ايه؟ جنرال ابروش للتعامل مع الشخص البايزن، سواء بقى الاي بي سي وبعد كده الدكستروز وبعد كده الكانولا وبعد كده الكوكتيل زي ما احنا قلنا والبالس اوكسيمتري. الصيامين ديت از ادد، وسايبها لك نقط سيبها ديت عشان اضيف لك عليها معلومه كده بس في الاخر ان شاء الله مش دلوقتي. تمام؟ طيب ممكن نسال الاهل كمان اللي جايين يمكن يفيدونا بطبيعه الماده اللي انتحر بيها، يعني ممكن الاهل يفيدونا، لكن لو الاهل مش عارفين فاحنا كده كده بندي مين؟ بندي الكوكتيل. كده كده احنا لما بنيجي بندي الكوكتيل، لكن ممكن تاخد انت بعض الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن من الفاميلي او الفريند. حاول دايما لما تيجي تاخد معلومات من شخص منتحر وفي المستشفى تاخدها من عيلته اللي جايه معاه او صحابه اللي جايين معاه، دول اكيد عايزين ينقذوه. لكن ما تاخدهاش من الفيكتم نفسه او من المنتحر نفسه اللي هو الضحيه، لان واحد بينتحر هو عايز يموت، هتيجي تقول له انت خدت ايه؟ هيقول لك يعني ما هو عايز يموت، صح ولا ايه؟ بالعقل كده يعني. ولو ان في مواجهه الموت كله يعني في مواجهه الموت كله بيخاف عند اللحظه ديت يعني، فدايما يقول لك ان الفاميلي والفريندز اوف الفيكتم ار مور اكيوريت ذان الفيكتم هيم سيلف. مظبوط الكلام يا جماعه؟ كده كده لو هو عايز ينتحر سيبه يروح في داهيه يعني، وهيروح يولع في دار جهنم ان شاء الله. ما توجعش قلبك، ما احنا هنقعد نوجع قلبنا زي البكتيريا في الميكروبيولوجي، يقعدوا ياخدوا مضادات حيويه ياخدوا مضادات حيويه ويحصل ريزيستنس واحنا اللي نلبس في دراستها كلها. صح ولا ايه؟ فحاجه صعبه يعني الحقيقه. المهم يعني ان الكوكتيل سيامين والفلومازينيل والنالوكزون، هنحفظ الثلاثه دول. النالوكزون هو الانتيدوت بتاع الاوبييت، الفلومازينيل هو الانتيدوت بتاعت البنزودايزيبين، كان سؤال حلو قوي ده في الفارما بيجي كل سنه،
والسيامين ده الانتيدوت بتاع الالكو. كان دايما دكاتره الفارما في سنه ثالثه يحبوا قوي يسالوا مين الانتيدوت بتاعت البنزودايازيبين بتاعتها، كان دايما الفلومازينين. خلاص يبقى انت كده عرفت التدريبه العامه اللي بيتدربها اي فريق، ده اسمه الجنرال ابروش للتريتمنت بتاع البويزون بيشن. كويس يا جماعه، الفيزيكال اكزامينشن ده ما يهمنيش بقى في اي حاجه، سيبك منه يعني. في كمان معلومه صغيره كده عايز اقولها قبل ما ابدا ادخل بقى في الحاجه بقى اللي هي الاكيوريت، اللي هو ازاي تتعامل خطوه بخطوه بقى مع شخص بويزوند غير الجنرال ابروش. احنا كده كده اتدربنا التدريبه العامه، امال التدريبه بقى اللي قبل الماتشات المهمه ده اسمه المانجمنت بتاع البويزون بيشن بقى. قبل ما اقول لك عايز اقول لك الكلمه دي مهمه قوي، واكتب على دي امتحان كل سنه، توكسيدروم ده اكتب عليه امتحان كل سنه. ايه هو التوكسيدروم ده؟ عارفين انا بشرب مخدرات، تمام، انا دكتور حمدي اهو بشرب مخدرات، كويس. فلما بشرب مخدرات، المخدرات ديت عندنا في الفارما يا جماعه بنقولها لكم وانتوا كنتوا في سنه ثالثه اسمها الاوبييت. حلو، اسمها ايه؟ الاوبييت او الاوبايد سموها ساعات كده يعني. فالاوبييت دي مخدرات، كويس. انا النهارده خدت جرعه، تاني مره خدت شمه، تالت مره خدت شمتين، تلاته اربعه، رابع مره خدت خمسه سته سبع شمات، فهيجي في مره وهيحصل لي توكسيستي بالمخدرات دي، خدت جرعه عاليه قوي، يقول لك ده خد جرعه مخدرات مات فيها، او خد جرعه عاليه من المخدرات مات فيها. الجرعه دي بتخلي الشخص اللي بيموت ده او هيموت ده يظهر عليه سلسله من الاعراض. يعني بص كده، الشخص اللي بياخد اوبيت تلاقي فجاه خد جرعه اوفر دوز، زي ما قلت لكم انا بشرب مخدرات فيظهر عليا جرعه اوفر دوز، الجرعه الاوفر دوز اللي انا خدتها دي هتظهر عليا بعض الاعراض. الاعراض زي ايه؟ تلاقي عندي كل حاجه تقريبا واقعه، كل حاجه اللي هي ايه بقى، المينتال ستيتس بتاعتي اللي هو تركيزي وفوقاني واقع، تلاقيني بدروخ معاك وعمال اتكلم كلام غريب وعمال اعمل زي ما انا بعمل كده، هايبوثيرميا تلاقي درجه حرارته واطيه، تلاقي يحصل له مايوزس، حدقه العين تضيق جدا لدرجه انها تبقى نقطه، تبقى زي النقطه بيسموها بين بوينت، حدقه العين يحصل سيفير مايوزس. بص، هايبوثيرميا درجه الحراره وقعت، ديبريسد في المينتال ستيتس، المينتال ستيتس وقعت، برادي كارديا ضربات القلب وقع بيموت، هايبوتنشن ضغط واطي بيموت اهو، شالو وسلو ريسبيريشن التنفس بتاعه يبقى مش قادر ياخد نفسه، شالو يعني بياخد النفس بصعوبه جدا، ديكريس في البول ساوند وهايبر ريفلكس، ريفلكساته قلت، تيجي تعمل له على ايده كده ولا حاجه تلاقيه مفيش ما بيستجيبش، تيجي تقرب الضوء لعينه تلاقيه ما بيقفلش عينه، ما ده الريفلكس قل اهو بتاعه، صح ولا لا يا جماعه؟ انتوا عارفين لما يجوا يشوفوا شخص ميت بيقيسوا الريفلكسات بتاعته، يعني يشوفوا الريفلكس، عارف يكون نايم فيجيب مثلا مفاتيح، مفيش جنبي هنا مفاتيح ولا حاجه، ويقوم ممشيها على رجله كده، فلو هو صاحي يعمل ريفلكس على طول، تلاقي رجله تعمل كده، جربها مع نفسك كده، مشي اي حاجه كده حاده شويه على رجلك زي خربشه كده، هتلاقي رجلك عملت كده لوحدها تلقائي، ده اسمه ريفلكس. لما تلاقي الريفلكس ده ما بيحصلش يبقى الشخص ده مات، الريفلكس قليل، فده بيموت اهو، هايبو ريفلكسيا. فدي كل الاعراض اللي ظهرت عليه ديت. شوف بقى لو انا بشرب مخدرات اهو، زي ما انا قلت لكم مثال عليا انا، يعني عملت مصيبه لنفسي اهو، بقول لك بشرب مخدرات، لو انا بشرب مخدرات فتلاقي لما انا اخد اوفر دوز يظهر عليا الاعراض دي. حلو، فتلاقي اول ما اروح المستشفى لو واحد شاطر بقى كده واقف ودكتور شاطر واقف في الاستقبال، اول ما يبص على الاعراض اللي ظهروا عليك دي يقول لك بص، من قبل ما نركب له كده كانولا ولا نعلق له دكستروز ولا اي بي سي ولا الكلام ده كله، الشخص ده بيشرب مخدرات. فالحد واقف معايا يقول لك لا لا لا، تقول له الشخص ده بيشرب مخدرات، الاعراض كلها ظاهره عليه. فالاعراض اللي ظاهره ديت دي اعراض المخدرات واضحه جدا. فالاعراض اللي هي بتدل على الماده اللي العيان مسمم بيها، بص الاعراض اللي ظهرت على الشخص اللي بتدل الشخص ده مسمم بانهي ماده بالظبط، او تقدر تعرفك طبيعه الماده اللي اتسمم بيها دي، بنسميها التوكسيدروم. يبقى ما هي التوكسيدروم؟ مجموعه الاعراض اللي لما اشوفها على عيان اقول ده مسمم اكيد بماده فلانيه اسمها كذا، زي الاعراض دي كده لما اشوفها اقول ده اكيد متسمم بالاوبييت او واخد جرعه اوبييت. فده كولكشن من سيمتومز اور سندروم اوف كاركترستيك فيتشرز. يعني ايه كاركترستيك فيتشرز؟ يعني اعراض مميزه اسوشيتد وذ سام دراج اور كلاس اوف دراج، تعرفنا الدواء ده او العيله دي هي اللي عامله كذا. وطبعا دي حاجه كويسه جدا التوكسيدروم دي، لاني انا اعراض اشوفها اتعرف على الماده على طول، مش هستنى نتيجه التحاليل. فبدل ما اديله الكوكتيل اديله الحاجه بقى بتاعت الاوبييت اللي هي النالوكزون، انا عرفت خلاص الماده خلاص. وطبعا دي ميزتها انها بتعرفنا ريكوجنيشن للتوكسيدروم الاو فاستر انيشيشن للثيرابي، هتخليني ابدا علاج اسرع واحسن، واديله الانتيدوت السبيسيفيك كمان، واجنبه بقى اي اعراض جانبيه او اي حاجه ثانيه. صح يا جماعه ولا ايه؟
وبالتالي اشطب لي بقى الاكزامبل ده ما يهمنيش. وبالتالي التوكسيدروم ده مصطلح مهم جدا. ما هو التوكسيدروم؟ هي اعراض بس اعراض مميزه لحاجات معينه. ايه الفرق بين التوكسيدروم والسيمتومز؟ السيمتومز هي اعراض، لكن التوكسيدروم ده مجموعه اعراض مميزه لحاجه معينه. صح الكلام كده يا جماعه؟ طيب ده كده اسمه الجنرال ابروش للتعامل، وده كده اسمه التوكسيدروم. تعال بقى نشوف الطريقه اللي اتعامل بيها مع واحد مسمم بقى، والطريقه اللي سبيسيفيك بقى اتعامل بيها مع واحد مسمم وجاي المستشفى وهو مسمم وخلاص اديته الجنرال ابروش وعايز ابدا اتعامل معاه بقى تعامل خطوه بخطوه لحد ما فوقه ويبقى كويس خالص. انا في الفيديو ده كده هديك الخريطه العامه الاول اللي تحت في الرسمه دي كده، هدي لك الخريطه العامه هنا، وفي الفيديو الجاي هبدا اقرا معاك الورق، بس عايزك تفهم دي الاول اللي هو المانجمنت للبويزون بيشنت على الرسمه دي كده. دي الرسمه اللي كانت هتبقى على السبوره لو احنا بنشرح في السنتر في الحصه عادي خلاص، فدي قدامك اهو لو انت عايز ترسمها عندك في الورق برضو هتبقى كويسه معاك. قبل بس ما نرسمها انا عايزك تشطب صفحه رقم 4 دي كلها، بتحبوا تشطبوا انتوا اكيد، وصفحه رقم 5 لان دول محطوطين هنا بس بالغلط، جزء الهيفي ميتال هيتشرح في الجزء بتاعه ان شاء الله يعني خلاص. فتشطب لي الصفحه رقم 4 والصفحه رقم 5 دي خالص. تعالى اديك بقى الخريطه العامه للتعامل مع شخص بويزون ده يا جماعه. انا واحد جاي لي المستشفى بويزون دلوقتي اهوت وعملت معاه الجنرال ابروش، خلاص ابدا اتعامل معاه ازاي بقى بعد الجنرال ابروش لمزيد من الوقايه عشان ابدا افوق الشخص ده؟ عايز اقول لك بس الاول ان المانجمنت ده انا ببدا اعمله بعد ما نتيجه المعمل تظهر. يعني انا خلاص المعمل قال لي ده هو مسمم بماده كذا، عشان انا قلت لكم في الاول بنركب كانولا وبناخد عين الدم اللي بعتها المعمل، فالخطوه دي انا بعملها بعد ما المعمل يقول لي ده النتيجه اللي ظهرت كذا. النتيجه اللي ظهرت كذا دي هبدا اتعامل بقى بثلاث طرق او ثلاث خطوات. اول حاجه او اول سؤال بيعتمد ان انا هبدا بانهي واحده فيهم، اقول للشخص المرافق هو خد الماده دي بقى له قد ايه. يعني مثلا سي انا شارب مخدرات، خلينا نتعامل كده على ان انا شارب مخدرات او شارب اوبيت او اوبايد يعني، فهيجي التوكسيك سبستنس، فبسال للعيان او المرافق العيان بقول له هو واخدها بقاله قد ايه؟ ده يقول لي يا دكتور ده لسه واخدها بقاله 10 دقائق واول ما شفناها جرينا بيه وجبناه على طول عندك هنا. معنى انه لسه واخدها بقاله 10 دقائق بس، يعني هو لسه بالعها وبقالها 10 دقائق لسه عنده في الجي اي تي. وبالتالي احسن حاجه انا ممكن اعملها له ان انا امنع وصولها للسيركيوليشن. ما هي الماده التوكسيك دي هتدخل السيركيوليشن وتبدا تجري على كل التيشوز بتاعت الجسم بقى. صح ولا ايه؟ فافضل حاجه اعملها له دلوقتي ما دام لسه الوقت قليل 10 دقائق 5 دقائق 15 دقيقه 20 دقيقه، ابدا اعمل له خطوه اسمها الدي كونتامينيشن. ومعنى الدي كونتامينيشن ان انا كل شغلي هيبقى على الجي اي تي بقى، يا اما اعمل له ايميسز احاول اخليه يرجع، بدي له مواد زي مواد اسمها الايبيك الكالويد اللي بنشوفها ان شاء الله في الفيديو الجاي، دي تقدر تخليه يرجع، وده اسوأ طريقه ممكن اعملها مع العيان اللي هو واخد بويزون بيشنت او متسمم بماده. يا اما اعمل له غسيل معده حاجه اسمها اورو جاستريك لافاج بمحلول ملح، بقعد بجيب محلول الملح وبركب تيوب تخش تيوب كده نازو او اورو جاستريك، نازو جاستريك يعني من الانف للمعده على طول، او اورو يعني من الفم جاستريك، بدخل انبوبه وماسك الصلاين انا من بره، احقن الصلاين واشفط، احقن واشفط، عارف زي ما يكون عندك حته مثلا يعني سوري في اللفظ متوسخه شويه في مكان وعمال ترمي ميه وتنظف، ترمي ميه وتنظف، هو واخد ماده توكسيك، فبنعمل له حاجه اسمها غسيل معده. غسيل معده سهل قوي، بعمل بحذف ميه صلاين وبشفطها بعد كده، اعمل لها ساكنج بعد كده، كل مره وانا بعمل ساكنج بلاقي محلول الملح طالع وجايب معاه الراس وجايب معاه الحبوب ديت او الفوتات بتاعها ويطلع معايا، اقعد اعمل خالص لحد ما يطلع معايا المحلول نضيف. كده انا عملت له غسيل معده. الناس بتتخض من كلمه غسيل معده وهي حاجه هبله. حلو، يبقى انا اعمل له ايميسيس ودي اسوأ حاجه، يا اما اورو جاستريك لافاج اللي هو غسيل معده، يا اما حاجه اسمها اكتيفيتد شاركول، والاكتيفيتد شاركول ده اللي هو اقراص الفحم اللي في الصيدليه، تجيب اقراص الفحم وتحط 3 4 5 اقراص فحم في ميه وتشربهم له. اقراص الفحم ميزتها انها تنزل تقفش الماده التوكسيك دي وهتمنعها من الابزوربشن، هتمنعها من الابزوربشن، وده اللي انا عايزه، انا مش عايزها توصل للسيركيوليشن. بس الشاركول فيها عيب انها ما بتمسكش غير في المواد الليمت بس اللي هي النون بولر، لازم تكون الماده اللي موجوده جوه ماده ليبيد او ماده ليبيد سولبل عشان اكتيفيت شاركول تعرف تمسكها. وعلى فكره ده من حسن حظنا لان معظم الادويه بتكون ليبيد سولبل، خدنا في جزء دكتور صلاح الترم اللي فات او السنه اللي فاتت ان الدراجز كلها بارشال ليبيد سولبل لو فاكرين، فالاكتيفيتد شاركول بيمسك في النون بولر. انا لسه فاكر الموضوع ده
بتاع الاكتيفيت شاركول ده، لانه حصل معايا من سنتين. كان ابن اخويا الصغير اسمه فارس، صغير كده، فلقيت كنت قاعد في المكتب بجهز شويه ورق وبتاع، لقيته جاي داخل عليا وبيقول لي بص يا عمو انا خدت الدواء زي تيتا. هي جدته اللي هي والدتي بتاخد دواء سكر، فلقيته جايب لي الاقراص وبيقول لي بص تيتا خدت الدواء وانا سبتها تدخل جوه وخدت الدواء انا كمان زيها، انا بحب تيتا يا عمو فخدت الدواء زيها. طبعا يعني بصوا كده، خد قرص امرين وخد قرص سيتوفاش من الاقراص بقى اللي هي امريل 1 مللي جرام ولا كان 2 مللي جرام وقتها، وخد سيتوفاش 850 او اللي كان 1 جرام ده مش فاكر. فخد ادويه هايبوجلايسيميك محترمه، واخدين بالكم؟ فوالله العظيم يا جماعه انا لسه فاكر، عشان الاكتيفيتد شاركول ده نزلت جري حافي، ما لحقتش البس حاجه والله حتى في رجلي، على الصيدليه جبت بسرعه اكتيفيتد شاركول ده. طبعا لا كان متاح اعمل له ايميسيس لانه طفل، كمان شويه هنعرف ان ايميسيس، او في الفيديو الجاي هنعرف ان ايميسيس ده اسوأ حاجه تعملها. الاوروجاستيك رفاش على بال ما الاقي مستشفى، وكنا الساعه 1 ولا 2 بالليل واوديه، كان هيبقى حصل ابزوربشن خلاص وممكن يخش مني في هايبوجلايسيميا جديده، وده طفل مش هيستحملها. فكان امن حاجه الاكتيفيتد شاركول. والادويه انا عارف ان معظمها ليميت سولابل، فالاكتيفيتد شاركول هيعمل معاه نتيجه كويسه قوي. رحت جبت اربع اقراص جري والله، جبت الشريط وحطيت له اربع اقراص ميه ودوب اشرب بقى. يقول لي لا ده لونها اسود وحشه دي، مش زي بقيه الادويه الثانيه. عارفين قفشته من قفاه كده، اشرب يعني هتشرب. وفضلت وراه لحد ما اشربها كلها، وفضلت قاعد جنبه بعدها اربع ساعات لحد ما اطمنت الحمد لله انه ما جرلوش حاجه. وعلقته بقى من رجله بعدها، علقته من رجله بعدها بقى على الحركه اللي عملها دي. ف يعني انت تنزلني حافي في الشارع، انتوا واخدين بالكم؟ فده اكتيفيتد شاركول ده من الحاجات الحلوه قوي في الكلام ده بقى، ان هو بيبايند للنون بولر دراج، فبيمنع الابزوربشن بتاعها. والحمد لله عدت على خير وما حصلوش حاجه بعدها يعني. يبقى الاكتيفيتد شاركول من خطوات الدي كونتامينيشن الحلوه جدا. يبقى انا ممكن اعمل ايميسيس او اورو جاستريك لافاج، او ادي اكتيفيتد شاركول، يا اما اعمل له اول باول اريجيشن. الاول باول اريجيشن ده اللي هو غسيل للامعاء، بس ده غسيل مخصص للمواد البولر بقى. شوف احنا عندنا ماده تمسك في النون بولر، وعندنا مواد اخرى تمسك في البولر. وهنا بغسل الامعاء بماده اسمها بولي ايثيلين جلايكول، بغسل الامعاء ببولي ايثيلين جلايكول. خلي بالك لان الناس بتلخبط بين الاثنين دول. هنا بعمل غسيل معده بالصلايب، هنا بغسل الامعاء بالبولي ايثيلين جلايكول، وهكلمكم عنه لسه ان شاء الله في الفيديو الجاي. طيب ده في حاله لو كنت لسه واخد الماده التوكسيك ولسه قاعده في الجي اي تي، بعمل دي كونتامينيشن اما بالايميسيس اوروجاستيك لافاج اكتيفيت شاركول اول باول ريجيشن. ويهمني تعرف الحاجات اللي بالاسمر، بغسل هنا برجع بالابيكا، هنا بغسل امعاء او بعمل غسيل معده بالصلايب، بدي اكتيفيت شاركول اللي بيمسك في النون بولر، هنا بغسل الامعاء بالبولي ايثيلين جلايكول ودي بتبايند للبولر. فانا عندي حاجه تمسك في البولر وعندي حاجه تمسك في النون بولر. كل ده لو كان لسه واخد الماده التوكسيك في خلال ساعه بالكتير، ماكسيموم ما يزيدش عن كده، لازم ما يكون الوقت اقل من ساعه. عدى ساعه بقى وهم جايبينه لي بعد 3 4 ساعات، خلاص الماده اكيد امتصت ودخلت السيركيوليشن دلوقتي. خطوه الدي كونتامينيشن لا فائده منها، مهما اديله حاجات تعمل دي كونتامينيشن ملهاش لازمه، لان عدى ساعه يعني المواد دخل وحصل لها ابزوربشن، والمواد دلوقتي بدات تجري بقى على كل الريسبتورز وكل التيشوز اللي في الجسم. هنا افضل حاجه ممكن تعملها انك تدي الانتي دوت. فالانتي دوت هو الخطوه اللي اقدر اتعامل بيها بعد ما يكون عدى ساعه او ساعتين على تناول الماده التوكسيك، لان اكيد الماده دي وصلت السيركيوليشن. رتب الدنيا في دماغك، رتب الدنيا في دماغك وانا بشرح لك كده عشان ما تتوهش، عشان ما تتوهش. والله هتشوف الفرق بينك وبين زمايلك في ترتيب الماده التوكسيكولوجي في دماغك لو انت فاهم ومرتب الدنيا في دماغك كويس. فالانتي دوت انا بديه في خلال ساعه او ساعتين. فلما اجي اجيب لك كيس بعد كده واقول لك ده عدى ساعتين ثلاثه، اقول لك ادي له اكتيفيتد شاركول، واقول لك ادي له كيميكال انتي دوت، ولا اعمل له مش عارف ايه، تكون انت فاهم انا بلعب معاك في ايه. ما دام عدى ساعه او ساعتين خطوه الدي كونتامينيشن انتهت، ويجي دور الانتي دوت. والانتي دوت اربع انواع، كيميكال هنبقى نتعرف عليه في الفيديو الجاي، ريسبتور، فانكشنال وديسبوزيشنال. كيميكال، ريسبتور، فانكشنال وديسبوزيشنال، هو حتى من اساميهم باين هيعملوا ايه. يعني كيميكال انتيدوت اكيد نوع الانتيدوت ده هيمسك في الماده التوكسيك بطريقه كيميكال. مثلا الماده التوكسيك مثلا تكون بيز، والكيميكال انتيدوت بتاعنا يكون اسيدك،
صح ولا ايه؟ انتيدوت ريسبتور، واضح ان الانتيدوت ده هيقفل الريسبتور في وش الماده الكيميكال اللي جاي تشتغل عليه، في وش الماده التوكسيك اللي جاي تشتغل عليه. بس يعني انا مش هفتح كلام فيها دلوقتي، وبس هديك الاسم. يبقى كيميكال انتيدوت، ريسبتور انتيدوت، فانكشنال انتيدوت، وديسبوزيشنال انتيدوت. اعرف لي الاربع اسامي دول لحد ما نتكلم عنهم الفيديو الجاي. واذا فشلت خطوه الانتيدوت بقى وما قدرتش خلاص اتعامل معاها بقى، وما قدرتش امنع تاثير الماده التوكسيك، بلجا للخطوه الاخيره اللي هي الانهانسد الاليمينيشن. وانهانس الاليمينيشن ده انا بحاول اسرع من خروج الماده التوكسيك، هي كده كده خلاص وصلت الدم وعماله تاذي والانتيدوت مش نافع معاها، فبحاول اسرع الاليمينيشن بتاعها. وتسريع الاليمينيشن باربع خطوات، يا ايون ترابنج هكلمك عنه الفيديو الجاي واحنا سمعناه قبل كده في الفارما، يا كليشن، يا داياليسز بالنوعين اللي هو غسيل الدم هيمو داياليسز او بروتونيال داياليسز، يا اما خطوه اسمها الهيمو برفيوجن. يبقى انا عندي ثلاث خطوات ممكن اتعامل بيهم مع الماده التوكسيك بعد الجنرال ابروش. الوقت اقل من ساعه ابدا بالدي كونتامينيشن، وما ما احبكش انك تستخدم خطوه الايميسيس خالص. طب عدى ساعه يبقى خلاص الماده التوكسيك وصلت الدم، ادي انتيدوت. فشل، الجا الى انهانس الاليمينيشن بواحده من الاربع خطوات دول. خلاص كده. طيب احنا كده في الفيديو ده شرحنا ايه؟ شرحنا الجنرال ابروش، وشرحنا المانجمنت اللي ممكن نعمل نتعامل بيه مع البويزون بيشن. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمك عن كل واحده من دي بالتفصيل، واقول لك بتتسال في كل واحده فيهم ازاي، او الحتت المهمه في كل واحده فيهم ازاي. المهم انك تكون خارج من الفيديو ده وانت راسم المعلومه في دماغك بصوره كويسه. اوعوا تنسوا من اللي حصل لفارس، عشان ما تنسوش الاكتيفيتد تشارك. خلاص يا جماعه، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بعد ده على طول. سلام عليكم.